لو الحكايه فيها ان فيتو بيقول ايه بالظبط اللي اتجوز اتنين وعايز يتجوز ثلاثه، او بمعنى ادق ليه دلوقتي الرجاله بقى عندها رغبه في التعدد؟ ليه؟ طيب وعايزين تفسير، التفسير النفسي للزوج اللي بيتجوز واحده واثنين وثلاثه، سيبك من الرغبه يعني. بس عشان اقسمها، بس انا السؤال ده في اكتر من شق. هل هو بيتجوز لمشاكل عند الطرف الاخر؟ لا ما لا دي مش موجوده. هو ما فيش مشاكل يعني اصبح عنده مرض نفسي حب التعدد. التعدد ده اضطراب. هو عنده مشكله هنا. وعلى فكره الفيصل في الموضوع ده كل الدين. ايه الدين والقيم الخلقيه والتربيه هو اتربى ازاي؟ طب هو متدين وملتزم بكل حاجه، ورغم كذلك على فكره انت بتحكمي عليه متدين وملتزم ازاي؟ مش بالشكل على فكره. عمر التدين والالتزام ما كان بالشكل. التدين والالتزام احنا عندنا الدين، انما الدين المعامله. الدين المعامله، الدين فيه 90% معاملات و10% عبادات. مش معنى ان انا ملتزم فده هيغطي على الجوانب الثانيه. يعني اولا كل زوجه من انت متجوز واحده والثانيه وبتفكر في الثالثه، صح؟ ده سؤال حضرتك. هل انت اديت الاثنين او نحوهم؟ فكر. انا بقول للزوج ده فكر، اديت الاثنين او نحوهم؟ طب واذا كنت اديتهم عندك استعداد تدي الثالثه؟ طب لا يكلف الله نفسا الا وسعها، خصوصا في الزمن اللي احنا فيه. وده كلكم راع، صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. يعني الزوج ده الرجل هذه النوعيه من الرجال مضطرب. اكيد مضطرب، الا لو انتفت عنده الاسباب او المبررات الواقعيه اللي تخلي فعلا لازم اتجوز. وانا هقول له برضك مع وجود هذه الاسباب استحمل اصبر، خصوصا لو في اولاد. خصوصا لو في اولاد. انا بقول له اصبر، تعال على نفسك شويه، الامور ان شاء الله هتتعدل قدام. وبعدين لو انت شديد قوي كده حاول تعدل من الزوجه الاولانيه والثانيه، وخد منها اللي انت عاوزه في الثالثه، فخد من الاولانيه والثانيه. ما انت عندك اثنين هتجيب الثالثه. لو في مشاكل، لو في مشاكل، لو في اضطراب وفي اضطراب ومع بقول لك. فانا بقول له حتى لو في مشاكل بقول له اصبر. انا بقول له لو في مشاكل فانا بقول له اصبر اصبر، عشان حاجات كتير قوي، خصوصا لو في عندنا اولاد، خصوصا لو في اولاد. الزمن اللي احنا فيه صعب. يعني ده لازم، ده مضطرب لازم يروح يعرض نفسه على طريق. اكيد نفسه. اكيد اللي عنده حب الشهوه ده والزهور دايما، وده بقى باختصار لو هو بيجري ورا الغريزه فهو دايما شهوان. باختصار لو مش عنده مشاكل في الاثنين، مين الاولانيين؟ وهو بس بيتجوز لمجرد ان شاف واحده اجمل من اللي معاه، او واحده تعلق، او واحده مال ليها، فبالتالي لا انا وهتلاقي عنده المبررات، انا مش عاوز اقع في المعصيه. لا احنا مش، ما فيش معصيه هنا. طب هو لو هو متضايق من نفسه يبقى ايه؟ يعني هو عنده ده ومتضايق من نفسه يعمل ايه؟ عنده ده ومتضايق من نفسه يشوف. ما هو متضايق بدال، على فكره انا معترف ان انا خطا. الاعتراف بالخطا بدايه العلاج. الاعتراف بالخطا بدايه العلاج. اعرض نفسي على حد متخصص، اقعد مع حد متخصص. بدل انا معترف، الاعتراف بالخطا بدايه العلاج.